اهلا وسهلا، مرحبا بكم. تابعوا فينا في زاد كلاس روم. الابيزود هذه خصصناه باش نخدموا كيلك اكزرسيس على اللوا كونتوني والا اللوا ادونسيتي، باش نشوفوا زاد شنو معناها دونسيتي وكيفاش نبينها اللي هي دونسيتي، ولا كيفاش نحسبها، كيفاش نحسب الاسبيرونس، كيفاش نحسب الفاريونس، كيفاش نبين زاد ولا نحسب الفونكسيون دو ريبارتيسيون اف دو اكس، وكان فما probability هتشوفوا كيفاش باش نحسبوها. باهي، الاكزرسيس اللي قدامي توا قال لي سوا اكس ان فاريابل الياتوار كونتوني ايون بور دونسيتي دو probability اف ديفيني بار. كلمه دونسيتي لهنا سي ان مو ولا سي ان تير essentiel يعني فيه برشا معاني. باهي، قال لي راي اف دي اكس اكوات ايجال ايجال زيرو سي اكس ابارتنون لانترفال موان لانفيني زيرو فيرمي اونيون لانترفال اوفير دو بلوس لانفيني. بلغة اخرى، اف دي اكس راهي ايجال اكس سي اكس ابارتنون ا زيرو ان لانترفال زيرو ان ويجال moins x plus 2 ou L2 moins x, si x appartenant à 1, 2. Sinon, rahi égal à 0. Voilà, quand tu as besoin de faire l'intervalle AD, tout R privé de 0, 2. Voilà. B. Qui m'a dit que je vais vous l'exercice, qui va vous faire حاول انك تصورها الفونكسيون ولا الدونسيتي قدامك، صورها، حاول تصور. دونك هي من وين لوين؟ دونك عندنا من الزيرو حتى يكش للدو، لا حتى يكش لهنا للدو. دونك وفما الان في الوسط، لا لهنا عندي الان. دونك قال لي راهي كي تبدا كي يبدا الاكس ابارتنون ا زيرو ان يقصد به هو لهنا، راهي الاف دي اكس ايجال اكس. فوالا سي تدير لهنا هكا، هذه كلها الكورب هذه كلها ايجال x. ب قال لي راهي وقت اللي تبدا سي اكس ابارتنو ا 1 2 الفونكسيون هي 2 موان اكس ولا موان اكس بلس 2. هو انا نحب نكتبها 2 موان اكس، فوالا 2 موان اكس والا موان اكس بلس 2. ب جاني لهنا اش قال لي؟ قال لي فيريفي كو اف اتين دونسيتي دو بروبابيليتي والا تكتب دي دي بي et ont donné une représentation graphique. Bon, représentation graphique, elle est le savoir d'elle. J'ai parlé de la densité. Pour que F est une densité de probabilité, il faut que trois choses. La chose la première, c'est que F de X positive, quel que soit X, appartenant à l'intervalle inter. Toujours f de x est positif. La chose deuxième, il faut que le f ou le f de x continue sur son intervalle. L'intervalle est là, c'est 0 ou 2. Yani, il faut que le f continue de 0 ou 1 ou continue de 1 ou 2. Donc, il continue. La chose troisième, il faut que le calcul ou le calcul d'intégrale ou le calcul de l'air qui est sous la courbe, c'est tout ça. كيك سوا الكورب الاولى ولا الكورب الثاني مع بعضهم il vaut a ولا ايجال a. الكالكيل دو لير من الزيرو حتى يكش للدو هذا الكل يلزم يكون ايجال a. a هو التوتال نتاع البروبابيليتي كي ريبريزونت 100%. باهي، هذا نبينوهم بالكعب بالكعبس. باهي، اول حاجه باش نبينو اللي اف دي اكس اي بوزيتيف. اش قلت؟ قلت اف دي اكس اي بوزيتيف بور توت اكس ابارتنون ا 0 2، يعني مهما كانت الاكس كي تنتمي للانترفال 0 ل 2، عوض يعني بلغه اخرى، عوض الاكس مثلا لهنا بالزيرو، ولو انه لهنا قال لي راهي 0 اوفر سي تادير 0 ماهوش ابارتيان با، عوض مثلا باي عدد فوق الزيرو حتى يكش ل ا باش تلقاها ديما بوزيتيف، خاطر باش نلقى مثلا باش نلقى 0 5 0 7 حتى يكش ل ا، هاكا ل ا فيرمي سي تادير يعني. دونك ال A ولا أي عدد ما بين ال A و الزيرو توجور بوزيتيف. دونك لهنا بينت إلي ال F دو X إي بوزيتيف. باهي، كيف كيف
زاد نجي لهنا للانترفال هذايا زاد باش نبينها اللي هي بوزيتيف، باش نختار الاكس كيك سوا اكس ابارتنوها للانترفال هذايا راهي اف توجور بوزيتيف. مثلا نحط هنا موانز ان، ولو اني لهنا قال لي راهي بليتو ان، لو اني حتى هنا الان اوفير يعني الان ما ينتميش. مثلا نحط انت مثلا اعطيني انت بوان مثلا ما بين الان والدو، مثلا نقولوا ان ادمي، دونك موانز ان ادمي بلس دو باش يكون بوزيتيف خاطر دو اكبر من الان ادمي. دون لو بيغ دو كا باش نلقاو دو يعني الاكس تاخو دو، سيتادير باش تجيني موان دو بلس دو صافي زيرو، و زيرو بوزيتيف. دونك بينت في الحالتين ولا في لي دو انترفال انو اف دي اكس اي بوزيتيف كيك سوا اكس ابارتنون على الانترفال نتاعها. تو نتعداو باش نبينوها كونتوني. كونتوني باش يماج معناها يعني راني كي باش نصور انا الكورب يدي ما تتهز الجملة بال على الكورب. دونك فوالا صورتها كل هذه كونتوني، لكن احنا قرينا في المات باش نبينو اي فونكسيون كونتوني شو لازمنا نبينو، لازم نبينو اللي هي كونتوني على الانترفال نتاعها. باهي الانترفال نتاع الفونكسيون هذه شنو هو؟ من زيرو لدو. دونك لازم نبين اللي اف اي كونتوني سور اي، انا سميت الانترفال هو اي افيك اي اللي ابر ايكالا زيرو دو. باهي نجي نشوف انا الفونكسيون يا اخي الاكس هي الفورم نتاعها شنية، والدو موا اكس الفورم نتاعها شنية. احنا نعرفو انو لي فورم اوزيال، كي نقول لي فورم اوزيال يعني الفورم بولينوميال، الفورم راسين، الفورم راسيونيل، الفورم اكسبونونسيال، الفورم لوغاريتميك نيبريان، هذوما الكل توجور سون كونتوني سور سون دومين ديفينيسيون. كل واحدة عندها دومين ديفينيسيون، هما لي فورم اللي ذكرتهم هذوما الكل، وكلهم توجور كونتوني على الدومين نتاعها ولا في وسط الدومين نتاعها. باه نجي نشوف انا توا لهنا يا اخي الاف دي اكس وقت لي اكس ابارتنون 0 1 هي اكس، و اكس هي فونكسيون بولينوم، دونك راهي كونتوني في الانترفال نتاعها 0 1. كيف كيف لهنا نجي نشوف اللي نلقى 2 موان اكس ولا موان اكس بلس 2 زاد كيف كيف سيتي فونكسيون فورم تاعها بولينوميال، دونك f de x وقت لل x appartenant à 2 زاد كيف كيف راهي كونتوني. دونك لهنا شنقول؟ نقول f est une fonction polynomial quel soit في الانترفال الاولاني ولا الثاني، دونك f est continu sur i. باه تعداو تو باش نفيريفو الكالكيل دولار اللي تحت الكورب هذا يلزم يكون ايكال 1. دونك انا عندي الانترفال من 0 ل 2، دونك الانتجرال من 0 ل 2 دو f de x دو دي x يلزمني نبينو ايكال 1. هات نبينوه. احنا شنو عندنا؟ عندنا من 0 ل 2 الفونكسيون مقسومه على دو بارتي، بارتي خدات الاكس وبارتي خدات 2x. دونك باش نمشي نحلها، دونك فوالا لهنا تابعوني. دونك هزيت الانترفال الاول اللي هو 0 ل 1 x دو 2x بلس البورن الثاني والا الانترفال الثاني من 1 ل 2 2 موان x دو 2x. باه سي ان كالكيل دانتيغرال. الكالكيل دانتيغرال يلزمك باش تنحي الانتيغرال يلزمك تطلع البريميتيف. لي بريميتيف انا في ايبيزود سابق ان شاء الله تو نحط لكم اللين تلقاوه لهنا الفوق بالضبط نتاع لي بريميتيف دي فونكسيون اوزيال. بون لهنا باش نذكرك انه توجور الاكس البريميتيف نتاعها هي تقولش عليها اكس على بويسونس ان، دونك اكس على بويسونس ان البريميتيف نتاعها هي اكس على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. تقولش عليها لهنا الاكس هي تقولش عليها على بويسونس 1، دونك هاك علاش حطيت البريميتيف نتاعها اكس كاري سور 2 من البورن من 0 لل 1 بلس. لهنا عندي كونستان والبريميتيف نتاع كونستان توجور لصق فيه اكس، سيتادير البريميتيف نتاع 2 هي 2 اكس، وهنا البريميتيف نتاع اكس كيف كيف هي تقولش على اكس على بويسونس 1، البريميتيف نتاعها هي اكس كاري موان 2 من البورن 1 حتى اكس لو 2. من بعد اش باش نعمل؟ باش نعمل اف دو 1 موان اف دو 0 في الكونتيتي هذه بلغه اخرى، يعني باش نعوض الاكس بالا من بعد نعمل موان ومن بعد نعوض الاكس بالزيرو، ولهنا كيف كيف باش نعوض الاكس بالدو ونطرح منها وقت نعوض الاكس بالا، يعني باش نعمل اف دو 2 موان اف دو 1. اف دو 1 لهنا موان اف دو 0 اعطتني ان دومي، نعوض الاكس بالا 1 او كاري هي 1 1 سور 2 دونك ان دومي موان اف دو 0 باش تعطيني 0 بلس لهنا باش نعوض المره الاولى اف دو 2 2 فوا 2 صافي 4 4 موان 2 à la puissance 2 هي 4، 4 sur 2 باش تعطيني 2، هذاك علاش عملت انا 4 موان 2
توا باش نحي منها ال f de 1 moins ال f de 1 يعني باش نعوض ال x بال 1 c'est-à-dire 2 fois 1 تعطيني 2 moins ال 1 au carré هي 1 1 sur 2 تقعد لي moins 1 demi كي تيقال توا نحي لي بارونتيز الكل وكان فما سين موا قبل البارونتيز نبدل السين دونك 1 demi هذايا moins 0 تقعد لي 1 demi 4 moins 2 هي 2 moins 2 moins 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 1 demi تولي لي plus 1 demi دونك شنو عندي لهنا عندي هنا 2 وهنا moins 2 يتنحى دونك 1 demi plus 1 demi هي 1 دونك ثبت انو الكالكيل دو لير اللي تحت الكور ايجال 1 دونك كي ثبت هذوما ثلاثة نقول la fonction f de x est une densité de probabilité. Alors, dans l'exercice numéro 2, ou la question numéro 2, Kali, calculer l'espérance mathématique puis l'écart type de x. Bon, là, je vais commencer maintenant. Donc, la première chose, je vais calculer l'espérance. L'espérance, la formule, c'est l'intégrale de 0 à 2, l'intervalle de la fonction, de x fois f de x. يعني جيل الفونكسيون وزيد نضربها في x. باه. كالعادة. أنا عندي الفونكسيون هذه كاملة، الـ f de x هذه كاملة، مقسومة على دو انترفال. عاد نصوروا هنا. دونك هنا من الزيرو للـ 1 والـ 1 للـ 2. دونك هنا 2 وهنا 1. دونك قلنا راهي إيكالا x لهنا. ويقال 2 موان x لهنا فوالا باش طيب باش كما قلت لكم باش نطبق القاعدة متاع الاسبيرونس قلنا الاسبيرونس هو الانتجرال 2x فوا الفونكسيون باه الفونكسيون مقسوم على 2 انترفال باش نحل الانترفال الاولى دونك كيف كيف باش نضرب ال x فوا f دو x اللي هي عندي هي x بلوس الانترفال الثاني من 1 ل 2 دو x فوا الفونكسيون تاع اللي هي 2 موان x تو سامبلومون هنا باش نديفلوبي x فوا x باش تعطيني x او كاري دي دو x بلوس لهنا باش نديفلوبي x على البارونتيز تعطيني 2x موان x او كاري دونك 2x موان x او كاري باش نحي الانتجرال كالعاده باش نلوج على البريميتيف دونك البريميتيف تاع x او كاري هي x على بويسونس 3 سير 3 من البور من الزيرو حتى x لل 1 وهنا البريميتيف تاع 2x هي 2x او كاري سور 2 موان x 3 سور 3 البورن بيان سور من 1 ل 2 باهي من بعد واش باش نعمل باش نعمل f دو 1 موان f دو 0 f دو 1 سيتادير باش نعوض ال x بال 1 1 على بوسونس 3 تقعد توجور 1 دونك تعطيني كلها انتيير موان f دو 0 باش تعطيني 0 لهنا بلوس المرة الأولى باش نعوض ال x بال 2 ومن بعد نطرح منها ال f دو 1 دونك f دو 2 هي تعطيني 2 فوا 2 او كاري هذه باش تولي لي 4 4 فوا 2 هي 8 8 سور 2 موان 2 على بويسونس 3 هي زاد 8 8 سور 3 موان توا باش نعمل f دو 1 يعني ال x باش نعوضها بال 1 دونك 1 او كاري باش تقعد لي 1 2 سور 2 موان ان تيير توا سي ان سامبل كالكيل جوست باش نحي لي بارونتيز وكان فما سيني موا ديفلوبي على البارونتيز ب هذا الانتيير باش يقعد لي انتيير بلس 8 سور 2 هي 4 موا 8 سور 3 موا 1 2 سور 2 هي موا 1 موا بار موا تولي لي بلس انتيير ب شو ولات لي دونك اول هات نجمع ال 4 موا 1 باش يعطيني 3 ب ومن بعد نجمع ال 1 تيير بلس انتيير هي 2 تيير 2 تيير موا 8 تيير باش تعطيني موان 6 تيير موان 6 تيير قداش تجي موان 6 سير 3 هي موان 2 هكا علاش كتبت هنا 3 موان 2 كي تيقالا 1 دونك ثبت ان ليسبيرونس ايكالا 1 يا اخي ليسبيرونس هي شنيا فات ليسبيرونس هي لا موين باهي كي تجي تثبت انت شنو هو لا موين ما بين الزيرو و 2 يعني الشطر نتاعهم شكون هو ال 1 فوالا حتى بالجرافيك سهل عليك حتى ليسبيرونس اكوا تيقال باهي توا واش قال لي قال لي كالكيلي لي كارتيب دو اكس باش تحسب انت لي كارتيب نعرفوا انه توجور لي كارتيب هي لا راسين دو لا فاريونس دونك انت مطالب لهنا باش تحسب الفاريونس ونعرفوا القاعده نتاع الفاريونس هي ليسبيرونس دو اكس كاري موا ليسبيرونس كاري دو اكس الفرق ما بيناتهم لهنا
الاسبيرونس كاري دو اكس هي اللي لقيته بكري الاسبيرونس باش تزيدو او كاري. يعني ما احنا ما لقينا ا باش تعملها ا او كاري، لكن يلزمني قبل هذا كل نحسب الاسبيرونس دو اكس او كاري. الاسبيرونس دو اكس او كاري هي نفسها قاعدة الاسبيرونس دو اكس مي الاكس باش تولي تاخد او كاري. دونك الاسبيرونس دو اكس او كاري هي الانترفال من 0 ل 2 دو اكس او كاري فوا الفونكسيون. تو نديفلوبي اكس او كاري على لي دو بورن، البورن الاولاني من 0 ل 1 اكس او كاري فوا اكس، نقص بارونتيز بلس البورن الثاني من 1 ل 2 دو اكس او كاري فوا 2 موانز اكس دي دو اكس. دونك نديفلوبي تو اكس او كاري فوا اكس هي اكس 3، دونك البورن من 0 ل 1 دو اكس 3 دي دو اكس بلس البورن الثاني من 1 ل 2 2 اكس او كاري، ديفلوبي اكس اللي على الكونتيتي الموجوده في البارونتيز 2 اكس او كاري موان اكس كوب دي دو اكس. الو به كالعاده باش نحي الانتجرال نلوج على بريميتيف. بريميتيف تاع اكس 3 هي اكس 4 سور 4 من 0 لل 1 بلس بريميتيف تاع 2 اكس كاري 2 تقعد هي بيده. دونك باش نعمل بريميتيف تاع اكس كاري كاهو اللي هي اكس كوب سور 3. دونك هذاك علاش كتبت انا 2 اكس كوب سور 3 موان البريميتيف تاع اكس 3 هي موان اكس 4 سور 4 بيان سور من البور 1 و 2. تو كالعاده باش نعمل اف 2 1 موان اف 2 0 سيتادير هنا نعوض الاكس بال 1 تعطيني 1 4 موان 0 خاطر اف 2 0 تعطيني 0 بلس. تو باش نعمل اف 2 2 موان اف 2 1 المره الاولى باش نعوض الاكس بال 2. دونك 2 فوا 2 على بويسونس 3 تسع 2 على بويسونس 3 هذه 8، 8 فوا 2 هي 16، 16 سور 3 موان 2 على بويسونس 4 كيف كيف 2 على بويسونس 4 هي 16 خاطر 2 فوا 2 4، 4 فوا 2 8، 8 فوا 2 16. دونك 16 سور 4 توا نحي منها الاف دو 0 الاف بليتو اف دو 1. الاف دو 1 يعني باش تعوض الاكس بال 1 دونك هذه 2 موان 3 موان 1 موان 4. دونك سيت بعد يقعد لي ان سامبل كالكيل اللي هو بون لهنا باش يقعد لي 1 سور 4 موان 16 سور 3 موان 16 سور 4 موان 2 سور 3 بلس 1 سور 4. دونك انا لهنا فيسا عملت كالكيل. بون شي فو تنجمو تحسبو تخليو اللي على الكاتر وحدهم تحسبوهم والاخرين اللي على التروا وحدهم باش تحسبوه. دونك انتي 16 سور 3 موان 2 سور 3 هي 14 سور 3، هذاك علاش انا حطيت 14 سور 3 والاخرين عندي 1 سور 4 ولهنا باش تولي لي بلوس 1 سور 4 هي 2 سور 4، 2 سور 4 موان 16 سور 4 هي موان 14 سور 4. من بعد باش توحد المقام، المقام واحد هو 12 يعني هذه باش تضربها في الاربع كيف كيف الفوقاني باش تضربها في الاربع، هذه باش تضربها في الثلاثة كيف كيف الفوقاني باش تضربها في الثلاثة باش نلقى 56 الى 42 على 12 كي تيقال 14 سور 12. نعمل سامبليفيكاسيون هي 7 سور 6. دونك الفاريونس هي الاسبيرونس كاري اللي هي هذه، هذه الاسبيرونس دو اكس كاري لقيناها 7 سور 6 موان 1 او كاري تقعد لي هي 1. دونك نوحد المقامات 7 سور 6 موان 6 سور 6 خاطر الان نجم نكتبو 6 سور 6 كي تيقال 1 سور 6. دونك هذه الفاريونس هو طالب مني اني نطلع له ليكارتيب. دونك ليكارتيب هي لا راسين دو 1 سور 6 كي تيقال ابوبخي 0.4. ثم دي شيفر اخرين اما انا حطيت ابوبخي 0.4. باهي نرجع تو للكاستيون نميرو 3. كاستيون نميرو 3 قال لي كالكيلي لا بروبورسيون de x lorsque x est comprise entre 0,5 et 1,3. لهنا باش نحل هذه هي تو سامبلومون هي f نتاع البورن الكبيره الا ال f نتاع البورن الصغيره يعني f دو 1,3 موان f دو 0,5. لكن ال f هذه اش نقصدوا بها؟ نقصدوا بها لا فونكسيون دو ريبارتيسيون بلغه اخرى، يعني راهو طلب منك تطلع لي الفونكسيون دو ريبارتيسيون قبل باش تنجم انت تحل هذه. فونكسيون دي ريبارتيسيون القاعده نتاعها شنية؟ هي الانتجرال من موان لانفيني دو اكس فوا اف دو تي دي تي. علاش كي تحط انت في البورن الاكس ما عادش الفونكسيون تولي ما عادش تاخذ اكس، نعملو شونجمون دو فاريابل، خطيت انا فاريابل اخر سميتو تي اف دو تي دي تي. باه لهنا كان تلاحظوا انو الفونكسيون هي مقبل الزيرو اكوات ايكال هاو لهنا قال لي راهي زيرو. دونك انت خاطر الفونكسيون دو ريبارتيسيون هي تلم تلم هذه مع هذه مع هذه سي تان كوميل هي حتى كش لهنا
سي ان كوميل فونكسيون دي ريبارتيسيون باهي. دونك اول حاجه باش نتستي اكوا تيغال كي تبدا الاكس اصغر من صفر، كي تبدا زاد الاكس محصوره ما بين الصفر والواحد اكوا تيغال باش تعطيني فونكسيون دي ريبارتيسيون، كي تبدا ما بين ال1 وال2 زاد كيف كيف باش نكالكل قداش باش تعطيني فونكسيون دي ريبارتيسيون، وكي تبدا الاكس ستريكتومون سوبيريور ا 2 اش باش تعطيني فونكسيون دو ريبارتيسيون. لهنا فما شويه ذكاء وشويه خبيثه وشويه كالكول. باه كي تبدا الاكس ستريكتومون انفيريور ا 0 ترجع لهنا تخرجها من الدونسيتي، اه هو قال لي راه ايكال ا 0 تو سامبلومون، دونك هذاك علاش حطيت اف دو اكس ايكال ا 0. باه توا كي تبدا الاكس محصوره ما بين الزيرو والا، الاف دو اكس هي الانتجرال من الزيرو للاكس هاك اللي لقيتها بكري بلوتو من زيرو للإكس هي نورمالمون هي موان لانفيني للزيرو اف دو تي اللي لقيتها زيرو بلوس من زيرو للإكس اف دو تي دي تي، هنا ناقصها اف اف دو تي دي تي. باه لولا ما لقيتها زيرو هذاك علاش انا ما حطيتهاش لهنا، دونك جيت حسبت هذه. دونك نحسب توا كي تبدا الفونكسيون من زيرو الفونكسيون دونسيتي من زيرو حتى اكس الاكس، دونك باش ناخد الفونكسيون هذه سيتادير باش تولي لي تي كي نلوج انا على الدونسيتي نتاعي بلوتو على الانتجرال بريميتيف، سامحوني على البريميتيف نتاع تي هي شنيا هي تي او كاري سير دو من زيرو ل دو. دونك من بعد باش نعمل تو سامبلومون اف دو اكس موان اف دو زيرو سيتادير تي باش نعوضها بالاكس تولي لي اكس كاري سير 2 موان 0 نورمالمون هنا موان 0 باش تقعد لي اكس كاري موان 2. باه نتعدى تو باش نحسب الانترفال الثالث اللي هو كي تبدا الاكس من ال1 حتى اكس ل2، دونك لهنا من ال1 حتى اكس ل2 سيتادير باش ناخو الفونكسيون هذه. باه هي اكوا تيغال اف دي اكس ديريكت، انا حسبت الكالكيل نتاع الدونسيتي هذاك اللي هو من ال1 للاكس دو 2 موان تي دي تي، ديريكت عملت البريميتيف، بريميتيف تاع 2 هي 2 تي بارابول تي، موان تي او كاري سير 2، أكيد البورن من الـ A حتى إكس الـ X، بعد باش نعمل إف دو إكس موان إف دو A، إف دو إكس يعني باش نعوض التي بالـ X، باش تولي لي 2 إكس موان إكس او كاري سير 2، هذا ما أونتر بارتيز هذه الـ إف دو إكس، موان إف دو A، إف دو A باش تعطيني 2 موان زان دومي، دونك باش نحتوى لي بارتيز ونحسب. دونك باش تعطيني موان زيكس او كاري سير 2 بلس 2 زيكس حطيت لي بلو ديغري هو الاولين، هذا 2 موان زان دومي باش 2 نوحد المقامات هي 4 سير 2 موان 3 دومي، دونك هاي الفونكسيون دو دونس دو ريبارتيسيون وقت للاكس موجوده ما بين ال1 وال2. توا اخر حاجه باش نشوف وقت للاكس سوبيريور لهنا في الانترفال هذا وقت الاكس سوبيريور ا2. نورمالمون كان انت كي وتتذكر فونكسيون دي ريبارتيسيون نعرفوا اللي توجور لا ليميت في البليس لانفيني نتاع فونكسيون دي ريبارتيسيون هي ا، زاده نعرفوا اللي توتال دو فونكسيون دي ريبارتيسيون ديما الاخراني هو ا، يا اما تكتبها بالا والا هات نثبتوها زاده بالكالكيل. دونك اش قلت؟ قلت الاف دو اكس اكواتيكال هي ماي نتاع الاولى اللي لقيناها الزيرو، من بعد نتاع البورن الثاني اللي هو من الزيرو للا، ومن بعد نتاع البورن الثالث من الا للدو، ومن بعد مد اللي اكبر من 2 كي نحط اكبر من 2 سيتادير 2 زيكس. باه لهنا هذا لقيته 0 كان ذكر حتى في فونكسيون دونسيتي، وهذا ايش لقيت؟ لقيتها هي ايجال تي او كاري سور 2 بلس الثانيه هي 2 تي موان تي او كاري، فوالا اللي هي هذه 2 تي موان تي او كاري سور 2 بلس الثالثه زاد كيف كيف لهنا قال لي راهي ايجال زيرو. كيفاش طلعتها ايجال زيرو؟ خاطر لهنا الانترفال هذيا ولا الفونكسيون دونسيتي هذيا تعطيني كان اللي راهي موجوده لهنا، يعني وقت اللي تبدا من هنا راهي ايجال اكس، وقت اللي تبدا لهنا هي 2 موان زيكس، دونك دايور ولا ايور بليتو ايجال زيرو، كيك سوا قبل الزيرو لهنا راهي ايجال زيرو، كيف كيف لهنا راهي زاد ايجال زيرو. لهنا اش معناتها؟ يعني كي تبدا حتى دونسيتي كي تبدا اكبر من 2 راهي قالها 0، هذاك علاش انا كتبت هنا 0. يلزم الكالكيلي هذا كل يلزم فيريفي ايجال ا. باهي دونك نخرج هذه، هذه هي ان دومي، خاطر باش نعمل اف دو ا مو اف دو 0 هي ان دومي، ومن بعد باش نعمل اف دو 2 مو اف دو 1 هي
عندي لهنا ساعة بلوس اف دو 2 باش تعطيني 4 موانز ان دمي بلوتو 4 موان 2 خاطر 2 تي باش تاخذ 2 هي 4 سي 2 تعطيني 2 هكا علاش كتبت 4 موان 2 موان اف دو 1 اف دو 1 باش تعطيني 2 موانز ان دمي دونك عندي هنا ان دمي 4 موان 2 هذوما باش يعطوني 2 هذوما كل باش يعطوني 2 2 moins 1 demi دونك نوحد المقامات هذه باش تولي لي 4 sur 2 اللي هي باش تولي لي 3 demi دونك moins 3 demi دونك عندي لهنا 1 demi moins 3 demi plus 2 alors 1 demi نوحد المقامات 2 قلنا 1 demi plus 2 هي 4 sur 2 Donc, 1 demi plus 4 sur 2, il y a 5 sur 2. 5 sur 2, moins, là, on a dit, moins 3 sur 2. Je vais t'attirer 2 sur 2. 2 sur 2, il y a égal à 1. Voilà. Maintenant, lorsque, fonction de répartition, lorsque ton verbe plus l'infini est égal à 1. Donc, l'autre chose, j'ai une tableau, la fonction de répartition qui fait un hack. On l'aura égal à 0 si x inférieur à 0. Égal à x au carré sur 2, وقت x موجودة ما بين 0 là. Égal à moins x au carré sur 2 plus 2x moins 3 demi, si x comprise entre 1 et 2. Égal à 1 toujours, si x supérieur à 2. C'est-à-dire fonction de répartition. بكم جديد تابع فينا عزيزة كلاس روم فيديو هذا باش نخدم فيه كالكيل دي probability في الواء كونتوني وعلى زادة تسمى الواء دونسيتي باش شوفوا دونسيتي كيفاش نحسبوها كيفاش نفيريفيو اللي فونكسيون اتين دونسيتي باش شوفوا زادة اكزرسيس نلقاو فيه كالكيل ديسبيرونس والفاريونس كيفاش نطلعوا زادة فونكسيون دي ريبارتيون وكان فما دي كالكيل دي probability ولا دي بروبورسيون نشوفوا كيفاش باش نحسبوها يلا بينا نشوفوا الاكزرسيس قال لي soit x une variable aléatoire continue ayant pour densité de probabilité f définie par f de x, c'est une densité, qui est égale à 0, c'est x appartenant à moins l'infini 2, union 4 plus l'infini. Ou égale à k fois 4 moins x, c'est x appartenant à moins 2, 4. Il y a une blague autre. F de x sera égal à k fois 4 ou le facteur de 4 moins x, c'est x appartenant à moins 2, 4, ou ailleurs, ou elle, sinon, elle est égale à 0. Ben, alors, sur L, j'ai dit, on va calculer k. Ben, je t'en ai un petit k, il y a qu'on a des données. Je n'ai pas de données, nous, le f de x, c'est la densité. Je m'en ai dit, f de x densité. F de x densité, ben, je n'ai pas de propriété, le trolley, rawok, que f de x est une densité, c'est-à-dire, raw, le calcul de l'air, اللي تحت الكورب كان شيء انا نسمح نروح نصور الكورب هذيا دونك عندي من موان 2 حتى اكس للكات هذيا قال لي راهي سيتين دونسيتي هلا هكا سيتين دونسيتي كي تيقال كا فاكتور دو 4 موان اكس باهي بارمي لي بروبريتي انو كي تكون f دو x اتين دونسيتي فما بروبريتي تقول لي انو الكالكيل دو لير اللي تحت الكورب هذا الكل راهو ايجال ا 1 ولا فو 1 كالكيل دو لير سو لا كورب هذا كله لازم يكون ايجال ا 1 دونك باش ننطلق من المعطى هذا باش نطلع انا كا لازم ننطلق من المعطى هذا دونك اش قال لي قال لي f دو x اتين دونسيتي سينيفي كو لانتيغرال من الموان 2 صراحة هنا الموان 2 من موان 2 حتى اكس 4 دو اف دو اكس دي دي اكس ايجال ا 1 باهي دونك باش نعاود توا الاف دي اكس الاف دي اكس ناخذها كلها بالكا نتاعها بكلها دونك كا فاكتور دو 4 موان اكس دي دو اكس ايجال ا 1 بويسك الكا سي ان كونستون نجم نخرجو لبرا من الانتجرال هذه بارمي لي بروبريتي نتاع الانتجرال انه كي يبدا عندك كونستون نجم تخرجو فاكتور لبرا خرجناه لبرا قعدت لي كان 4 موان اكس دي دو اكس ايجال ا 1 باهي دونك لهنا باش نحي الانتجرال نلوج على البريميتيف بريميتيف نتاع 4 موان اكس
Donc, le 4, c'est un constant, j'ai barbé ou la sarc barbé x, moins le x, couche à x à la puissance 1, primitive de x à la puissance n, et x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, je dis moins x au carré sur 2, bien sûr, mais l'intervalle, mais moins 2, à texte 4, qui est égal à 1. Donc, quantité est égale à 1. Alors, égal à 1. Alors, je vais faire le f de 4 moins f de moins 2. Donc, maintenant, c'est chaque cas avec le facteur. Donc, notre barre, la quantité, je vais faire le donc, f de 4, je vais faire 16 moins 8, moins f de moins 2, je vais faire moins 8 moins 2. Ça peut être le calcul. هذا كله قلنا راه إيجال أ، donc كحسبت هذا الكل نلقاه يعطيني كل كي 18 هذا، donc ك fois 18 إيجال أ، c'est-à-dire ك أكوات إيجال هي 1 sur 18، ترجع لهنا وتعوض الك بال 1 sur 18، بيه، تولي لي فونكسيون هي 1 sur 18 فاكتور دو 4 موان إكس. Ben, même bad, qu'allez déterminer la fonction de répartition de f et tracer sa courbe représentative. Ben, je vais n'hésiter pas à la fonction de répartition. Fonction de répartition, quelle est? Ben, je trouve un l'intervalle le qbal le moins 2, c'est-à-dire, je vais tester si x strictement inférieur au moins 2, puis on colle le f de x à quoi égal, ou la fonction de répartition à quoi égal. Même bas, puis on teste à l'intervalle de 2 à texte, le moins 2 plutôt à texte 4. On bas, z, puis on teste à l'intervalle de x supérieur à 4. B, si x inférieur strictement à moins 2, donc la fonction de répartition d'ahra, elle est égale à 0, déjà, de charge à maintenant, la densité à quoi elle est égale à 0. Donc, à quoi elle a été la formule de فونكسيون ديال البارتيسيون قلت راه ايكال زيرو طب باش نشوف كي تبدا في البورن الثاني اللي هو موان 2 4 قلت سي اكس كومبريز اونتر موان 2 و 4 اف دي اكس هي الانتغرال تاع لولاني البورن اللي لقيتو لولاني من موان لانفيني حتى اكس موان 2 اف دو تي دي تي اللي انا نذكركم لقيتو هذا كله زيرو بلس من موان 2 حتى اكس اف دو تي دي تي باهي طاو باش نحسب هذا دونك الانتغرال دو موان 2 دو موان 2 دو فير اكس نعاود الفونكسيون تاعي توا ولات لي 1 سور 18 فاكتور دو 4 موان تي دي تي بون باش نديفلوبي ال 1 سور 18 على 4 باش تعطيني 2 سور 9 موان 1 سور 18 فوا تي دي تي باش نحي الانتغرال توا باش نطلع البريميتيف البريميتيف نتاع 2 سور 9 هو 2 سور 9 فوا تي ايه primitive نتاع moins 1 18 fois t هو moins 1 sur 18 fois t au carré sur 2 بعد تضرب انت 18 fois 2 باش تعطيني 36 بيان سور الانترفال من moins 2 حتى تكشف ال x توا باش تخدم لي تعمل f دو x موان f دو موان 2 هذا كل هذا هو f دو x يعني ال t باش تعوضها بال x دونك باش تولي لي 2 نوفيام دو x موان x au carré sur 32 موان f de moins 2, f de moins 2, يعني باش تعوض التيبل moins 2, moins 2 fois 2 تعطيني moins 4 sur 9, moins 4 sur 38, باهي 36 بليتو. تو باش تحسب نحي لي بارونتيز ابليكي لي سيني على البارونتيز وكل باش تخرج لي انا لقيتها moins 6 كاري sur 36 plus 2 نوفيام x هزيت لي بليو دوغري من اللول هذا كله نلقاه حسبته نلقاه plus 20 sur 36. عطلي اخر بارتي باش نشوف سي اكس ستريكتومون سوبيريور ا 4 دونك الفونكسيون دي ريبارتيسيون كوات ايكال هي البارتي الاولى ولا الانترفال الاول نتاع موان لانفيني حتى اكس موان 2 اف تي تي دي تي لقيناه صفر مع الثاني اللي حسبناه توا اللي هو من موان 2 لل 4 اف تي تي دي تي بلس البورن الثالث اللي هو اكثر من 4 سيتادير الانتجرال من 4 حتى اكس اكس اف تي تي دي تي كان تذكروا معايا والا نرجع لهنا قال لي راهي زادة إيجالا زيرو خاطر علاش قال لي راهو لهنا هذه كل إيجالا زيرو والبرا هذه كل إيجالا زيرو جيس لهنا في الدونسيتي راهي هي أن دوزويتيام فاكتور دو كاتر موان إكس دونك علاش أنا حطيت لهنا هذه الكونتيتي هذه كل إيجالا زيرو قعد لي جيس الانتجرال هذايا باش نعوض باش نخدم الإف دو كاتر موان إف دو دو أول حاجة لازمني نطلع البريميتيف نحي الانتجرال نطلع البريميتيف دونك باش تعطيني دو نوفيام تي موان تي أو كاري سير 36 2 moins 2 jusqu'à 4.
تعمل f de 4 moins f de moins 2 نلقاها 16 sur 36 plus 20 sur 36 qui est égal à 1. وهذه أكد لي أن toujours la fonction de partition في آخر ou la limite نتاعها vers plus infini toujours égale à 1. Donc نرجع لهنا ونكتب la fonction de partition بالتفصيل. Si x est strictement inférieur à moins 2, donc là 0. Si x comprise entre moins 2 et 4, نكتب a et à moins x carré sur 36 plus 12 neuvième x plus 5 neuvième, là, on a un mal de simplification par 4, ou égal à 1, c'est x strictement supérieur à 4. Alors, comme le taux est la question thèle, question thèle, calculer la proportion ou la probabilité lorsque x comprise entre moins 1 et 1 et 2, ou P de x supérieur ou égal à 3. هات نشوفو نحسبوهم زوزهم. باه نبداو. الأولى اللي هي P de x comprise entre moins 1 et 2 قلنا راهي هي f de 2 moins f de 1. Donc أنا حاسب ديجا قبلها la fonction de répartition. Donc tout simplement باش نمشي نحسب ال f de 2. ال f de 2 وين موجودة؟ موجودة في الانترفال هذا خاطر 2 نعرفها موجودة ما بين موان 2 وال 4. دونك جيت هنا باش نعوض فونكسيون هذه كلها بال 2 باش تعطيني وال f دو موان 1 زادة موجودة لهنا كيف كيف. دونك مرة باش نحسب ال f دو 2 باش نعوض ال x بال 2 ومرة باش نحسب ال f دو موان 1 زادة كيف كيف باش نعوض ال x بال موان 1 حاصيلو افيك ان بتيت كالكيل باش نلقى f de 2 moins f de moins 1, le f de 2 6, moins le f de moins 1 qui est à 11 sur 36, qui est égal à 21 sur 36, bah, dans ma simplification, par 3, moi, pour, par 3, moi, on aura 7 sur 12. Voilà. Tawa, r proportion, il y a p de x supérieur ou égal à 3. P de x supérieur ou égal à 3, il y a b de 1 moins p de x inférieur à 3. Donc, il y a 1 moins f de 3. Ben, f de 3, qu'est-ce que je t'en l'a? F de 3, c'est de kif kif, moujoud à l'année. Donc, خاطر 3, moujoud à l'année. Yann, bich, n'bedel x de 3. N'alqa, le f de 3, t'atni, 35 moins 36. Donc, 1 moins 35 sur 36. Donc, n'wahad maqamet, 1, ou ch'noua, ou 36 sur 36. Donc, 36 moins 35, il y a 1 sur 36. Voilà. Hakakmel, l'exercice. اهلا وسهلا مرحبا بكم. هذه ايبيزود جديده باش نخدموا فيها ليزيكسيرسيس على لي دونسيتي ولا لوا ا دونسيتي باش نشوفوا كيفاش نفيريفيو ان فونكسيون تي دونسيتي ولا نطلعوا انكوني موجود في الدونسيتي كيفاش باش نحسبوا ليسبيرونس الفاريونس باش نطلعوا زاد الفونكسيون دي ريبارتيسيون وكان فما بروبورسيون ولا دو بروبابيليتي هتشوفوا كيفاش باش نحسبوا. يلا بينا نشوفوا ليكسيرسيس. قال لي soit x est une variable aléatoire contenue ayant pour densité de probabilité f, petit f, définie par b, l'hna, f de x, qali, hiya alpha sur x au carré, c'est x appartenant à l'intervalle fermé 1 demi 4. Ou qali ra égal à 0, sinon, ou elle, l'intervalle est d'accord. Alors, okhra, qui yabda andi un intervalle, هنا 1 دومي حتى اكس للكات حتى اكس لهنا للكات راه الاف دي اكس ايجال الفا سيتادي تقوش عليها كيف هاك بلغه اخرى يعني سينون شو يقصد سينون ايجال زيرو فوالا هاك تشوف هنا سينون ايجال زيرو لهنا قاعده ايجال زيرو مي كي تبدا محصوره ما بين 1 دومي و 4 راهي ايجال alpha sur x au carré. Mais j'ai quali question numéro 1, quali déterminer alpha pour que f soit une densité de probabilité. Narfu elli parmi les propriétés ta qui qolli rai f est une densité de probabilité. Propriété l'aula anno f de x est une fonction positive. Propriété thénia f de x est continue sur l'intervalle avec 1 demi 4. Ou aham haja propriété thénia, ça va être juste à l'aula. Ahna, ta wa fi calcul mtana. Anno le calcul de l'air
اللي تحت الكورب هذا فو A، يعني الكونتيتي هذه كلها إيجال A. به من غادي باش نبدأ نحسب ونصلح لهنا، اخسروا معايا لهنا. دونك F est une densité de probabilité، c'est-à-dire le calcul de l'air من الان دومي حتى كشف كاتب de F dx de dx إيجال A. به تو سامبلومون باش نمشي نعوض انا ال F dx نتاعي هي الفا، جست حليتها لهنا، الفا فوا 1 سور اكس او كاري، خاطر الفا سور اكس كاري هي بيتا الفا فوا 1 سور اكس او كاري دي دو اكس. به من بعد قلت راه توجور ايكال ا، خاطر قال لي دونسيتي دو بروبابيليتي. من بعد كيما قلنا عندي كونستون هذا الفا نجم نخرجو لبر، خرجتو لبر، قال لي الانتجرال هو من الان دومي حتى اكس للكات دو 1 سور اكس او كاري، و 1 سور اكس او كاري شنجم نكتبها اوترومون هي اكس على بويسونس موان 2، خاطر كي تبدا عندي انا 1 سور اكس على بويسونس ان نجم نحي ما عادش نكتبها سو فورم دو فراكسيون كي تيقال اكس على بويسونس موان زين، اكس على بويسونس موان زين هذه برمي حاجات اللي قريناها في المات. دونك هاك علاش انا كتبت هنا اكس على بويسونس موان 2، علاش؟ باش من بعد سهل على روحي البريميتيف. دونك كملوا اللي الدنسيتي هذه كلها ايجال ا، دونك باش نطلع تو ان البريميتيف اكس على بيسونس ان هي اكس على بيسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1، دونك ما تنساش كل الفا كاتب برا. تو باش نطلع بريميتيف نتاع هذه هي اكس على بيسونس موان 2 بلس 1 سور موان 2 بلس 1، موان 2 بلس 1 هي موان 1، سيتادير باش تعطيني اكس على بيسونس موان 1 سور موان 1. به سور موان 1 اي حاجه نهز الموان ساعه الفوق، واي حاجه مقسوم على 1 باش تقعد هي بيدا، سيتادير باش تقعد لي الفا فوا موان اكس على بيسونس موان 1 من البورن ان دومي للكات ايكالا 1. باهي تو باش نرجعها اكس على بيسونس موان 1 اهو تقولش عليه تو باش نقراها هكا بالعكس، يعني اكس على بيسونس موان 1 هي 1 سور اكس على بيسونس ان، دونك رجعتها كيما العادة قعدت لي سيني موان هذيا تولي لي موان زان سور اكس فوا الفا البورن هذيا من الان دومي للكات. دونك توا باش نخلي الالفا لبرا نعمل اف دو كات موان اف دو ان دومي، اف دو كات باش تعطيني موان زان سور كات موان اف دو ان دومي هي موان دو ولا موان زان سور ان سور دو ايكالا ان، دونك الفا فاكتور دو موان زان كار بلس دو ايكالا ان، نجمع الكونتيتي هذيا دو موان زان كار هي سات سور كات، خاطر هذه 8 سور 4، 8 سور 4 موان 1 سور 4 هي 7 سور 4 فوا الفا ايكالا 1، دونك الفا ايكالا العكس نتاع هذا اللي هو 4 ستيام. فوالا جاني من بعد قال لي كيستيون نمبر 2 كالكيلي لا بروبابيليتي كوريسبوندون او فالور دو اكس كومبريز انتر 1 اي 100، سيتادير شيرشي لا بروبورسيون ولا البروبابيليتي وقت اللي تبدا اكس كومبريز انتر 1 اي 100 اللي هي نعرفوها هذه كوات ايجال اللي هي اف دو 5 اف دو لابورن سوبيريور مو اف دو لابورن انفيريور، دونك اف دو 5 مو اف دو 1. بطبيعه الحال لهنا نقصد انه يلزمني نطلع الفونكسيون دو ريبارتيسيون، نفس القاعده تاع الفونكسيون دو ريبارتيسيون هي الانتجرال مو الانفيلي دو اكس دي اف دو تي دو تي، دونك الفونكسيون فيها 3 بورن، سي باش نطلع الفونكسيون دو ريبارتيسيون وقت الاكس ستريكتومون انفيريور 1 دومي، من بعد وقت الاكس محصوره ما بين الان دومي و 4، في اخر بورن وقت الاكس سوبيريور 4. بورن الاولاني وقت الاكس انفيريور ان دومي اف دي اكس هي ايكال 0، خاطر هي ديجا لهنا عطاي لي قال لي راهي ايكال 0. من بعد وقت الاكس كومبريز اونتر ان دومي اي 4 اف دي اكس نعاود هي من موان زان دو موان لانفيني بلوتو حتى اكس للان دومي اللي لقيناها بكري هذه كلها كنذكروا لقيناها ايكال 0 هاهي بلوس من الان دومي للاكس اف دو تي دو تي، تقعد البارتي هذه باش نحسبها. دونك ان دومي للاكس نعوض الفونكسيون تاعي ولات لي 4 سيتيام فوا 1 سور تي او كاري، خاطر علاش؟ خاطر الالفا لهنا عوضتها بال 4 سور 7 وجبتها وحدها فوا 1 سور تي او كاري، جست باش عوضت هنا الاكس بالتي تي او كاري دي تي كي تيقال توا تو سامبلومون باش ديريكت عملت ان البريميتيف. دونك اللي باش تعطيني موان 4 سور 7 فوا تي على بويسونس موان 1 من الانترفال دو 1 دومي حتى كش الاكس، بعد هبطت الموان 1 هذيا ولات لي 1 سور تي، دونك تولي لي موان 4 سور 7 تي من البور 1 دومي حتى كش
للx. دونك بالطبع باش نعمل f دو x موان f دو 1 دومي. f دو x باش تعطيني موان 4 سور 7 x، يعني بلغة أخرى باش نعوض التيبل x باش تعطيني موان 4 سور 7 x موان f دو 1 دومي لقيتها موان 8 سور 7. دونك هذه كلها موان 4 سور 7 فوان 1 سور x بلوس 8 سور 7، خاطر موان بار موان كلو لي بلوس 8 سور 7. آخر بورن وقت نقول سي x سوبيريور 4 فونكسيون دو ريبارتيسيون، هي البور الاولانية بالكل لقيناها زيرو، هذه اللي حسبناها بكري لقيناها هيك، وهذه زادة باش نلقاها، مش باش نلقاها هي ايكالا زيرو. علاش؟ خاطر لهنا قال لي راهي الدونسيتي وقت اللي ماهيش تابعة للانترفال هذايا هي زيرو. ولهنا زادة راهي زيرو، فعلاش انا كتبتها هنا زادة هذه زيرو. عاد لي باش نحسب كاين الكونتيتي هذه، كي يبدا الانترفال من الان دومي للكات، دونك هي الانتجرال من الان دومي للكات دو 4 سور 7 فوا 1 سور تي كاري دي تي، طلع لها البريميتيف نلقاها موان 4 سور 7 فوا تي على بيسونس موان 1 بور من الان دومي للكات. بعد هبطتك ولات لي 1 سور تي باش متقعدش ليش تي على بيسونس موان 1، هبطتها عملتها كيف هكا. دونك باش نحسب ال f دو 4 موان f دو 1 دومي، نلقى ال f دو 4 تعطيني موان 4 سور 7 فوا 1 كار، موان f دو 1 دومي هي موان 4 سور 7 فوا 2، نجم تأكدو وحدكم بالتركيب، حتصيرو هذا الكل يلقاه أ. دونك في الأخر بالكل نقول f دو x ولا لا فونكسيون دي ريبارتيسيون إيكالا 0 سي x انفيريور 1 دومي، إيكالا موان 4 سور 7 x، هاي. حسبناها بكري تمشي تهزها لهنا، موان 4 سور 7 x بلوس 8 سور 7 توجور ايكال ا 1 وقت ال x سوبيريور ا 4. توا نرجع باش نحسب البروبابيليتي تاعي، f دو 5، ال 5 هي اكبر من 4، وحنا شقلنا قلنا كي تبدا ال x اكبر من 4 راهي توجور ايكال ا، وانا f دو 5 دونك f دو 5 اكبر من 4 دونك حتى هي باش تاخذ ا، هذاك علاش كتبت ا. باهي موان f دو 1، ال f دو 1 موجودة في الانترفال هاد، يعني باش تمشي للفونكسيون هاذيا وتعوض ال x بال 1، باش تعطيني موان 4 سير 7 فوا 1 بلوس 8 سير 7، دونك موان 4 بلوس 8 هي 4، دونك 1 موان 4 سير 7، واحد المقامات ال 1 هو 7 سير 7، دونك 7 سير 7 موان 3 سير 7، موان 4 سير 7 كيتي كالا 3 سير 7. مرسي اللي تبعتوني حتى هيك للآخر. كالعادة كان عجبكم الفيديو لايكيوه بارتاجيوه، كان مازلت ماكش عامل ابوني عاملوني بالابوني نتاعكم. مرسي، الى اللقاء.